حياكم الله معنا من جديد مشاهدينا وسعداء بوجود أشهر زوجين في مجال الطب التجميلي. راح يكون معنا الدكتورة نورة الصليلي استشارية الأمراض الجلدية والتجميل، والدكتور ماجد تقي استشاري جراحة التجميل والترميم. مساكم الله بالخير وحياكم الله. مساك الله بالنور، أول هذه مرة مع مقابلتنا. بعض، مكسب حق ليالي الكويت. طبعا لازم. حياكم الله يا حياكم الله بليالي الكويت، ومنورين كونكم تظهرون مع بعض أعتقد لأول مرة كإطلالة احنا إعلامية. ظهرنا بالسابق بس يعني بقان صار لنا فترة طويلة ما طلعنا مع ليش بعض مو قليل الصراحة. تطلعون مع بعض يعني عشان معناته والله خفكم بس يعني عشان الشغل بس أكثر يعني بي بيزي صاحي. حتى بالبيت بعد فيري بيزي ما تلتقون مع بعض يعني؟ ما في بيت اصلا. الساعه 8 بس يعني هو يرد من عمليات الساعه 8، عنده 3 ايام عمليات وثلاث ايام عياده، فعاده نخلص الساعه 8 فنتعشى ويا اليهال وبس. يعني ارتباطاتنا مختلفه وبالتالي يعني هم الدعوه تكون مثلا موجهه لها او ساعات الدعوه موجهه لي يعني ف عاد هالمرة الدعوة موجهة حق اثنينكم، ونبي نتكلم شوية عن النجاح بالعمل وبالبيت. يعني ما شاء الله عليكم 25 سنة يعني ناجحين في مجالكم وفي عملكم، وطبعا مجال صعب جدا ودقيق جدا وحساس، وايضا يعني من 98 وحضراتكم يعني زوج وزوجة، يعني نجاح في البيت وفي العمل. الحمد لله، اعتقد هذا توفيق من الله سبحانه الحمد وتعالى لله. يعني ولا عشان ما تلتقوا. لا افتكر يوميا لازم في شغله، لازم حتى بالشغل لازم في هواش 100%. تشتغلون نفس المكان؟ نفس المكان صحيح. يعني تتشاوفون بالعمل؟ اي نتشاوف وايد، نتغدوا ويا بعض يمكن وبس. يعني يمكن بداية الوقت يعني يكون عمليات ما اشوفها. اي طبعا طبعا يعني يكون عمليات ما اشوفها، بس يعني ايام العاديه العياده لا اشوفها فيها. العمل يعني لما تكون الزوجه دكتور ماجد معاك بالبيت وبالعياده وبالسفر بالبريك يعني مو وايد؟ لا بالعكس والله، يعني يعني ما ناخذها من هالمنطلق، اخذها من منطلق ثاني. هي مثل صديقتي وليس فقط زوجتي. زميلتي في العمل ايضا. ام لاطفالي انزين. وجودها يعني وخاصه احنا تقاربنا بالمجال نفسه، يعني هي استشاره جلديه وتجميل وانا جراح تجميل. نلتقي كثير يعني في امور التجميل مع بعض، كثير نتناقش فيها وقت العمل وفي البيت، يعني ما نخلص، عرفت شلون؟ اعتقد هذا تشدنا مع بعض، الانترست مالنا يكون تقريبا واحد. فاعتقد يعني ما حسينا مثلا والله ملينا ان نشوف بعض. لا الحمد لله. لا الحمد يعني وان شاء الله ما يكون يعني. هذا حلو انكم يعني تكون مع بعض يعني يعني تتبادلون الافكار والاراء بخصوص المجال العمل، لكن الابناء شلون تلاقي لهم وقت؟ شلون تتفقون على تربيتهم؟ والله في منو اللي يتحكم في التربيه اكثر؟ جدول يعني مزدحم لهم، لازم يعني لازم اشغلهم. الصبح لازم مدرسه، الساعه 3 يردون يتغدون، يا حطتهم كاراتيه يا حطتهم كره قدم يا حطتهم يعني فروسيه، يعني على طول اشاركهم ما اخليهم بالبيت. على طول اخليهم وعلى طول اجيب لها مثلا عندي وحده مشرفه على دراستهم، فتكون الساعه اللي انا اي على ما ارد الساعه 6 7 تكون هي سلمتهم، فيعني على طول لازم الياهال يعني تارك لك قرار تربيتهم والكله كامل. اعتقد إيه اعتقد يعني هذا جزء مهم بالنسبه للام، يعني غير الابو غير عيالك مع الايباد 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 مهم، انا اعتقد انه يثقف الياهال، ما عندي مشكله بالايباد. اغلبيه الاهل دائما يشوفون ما عندي بالعكس، انا لما يكون الياهال صغار بالعكس انا حاطيه لما شو اسمه يقعد بروحه يمكن ياكل شيء يلعب بالكهرباء، بالعكس احس انه يعني وايد ما يقدر يسوي كنترول عليها، يعني ان الياهل ممكن يدخل موقع تويتي بالشغل. الحين الحمد لله يوتيوب حق اليهال. في يعني في عندك ابلكيشن حق اليهال. فاعتقد اذا انت عارفه شو الابلكيشن اللي عندك وهذا، بالعكس والله انا احس التطور وايد نفعنا كامهات. يحس وايد نفعنا صدق يعني. يعني اهل حتى عيالك الحين بالايباد تقدرين تدقين عليهم وتشوفينهم. أيوة. يعني تي 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 ماما وينك؟ يعني سيدي اصيده. فيعني اي ثينك اتس مور سيف. انا احب الايباد واحب كل التقنيات الجديده. بس يعني مرات بلاي ستيشن، مرات يعني بس اهم شيء تشغلينهم. بس انا اعتقد بعد نقطه مهمه انه الايباد حلو وكل شيء، بس لازم بنفس الوقت نحاول نشغل الياهل بشغلات خارجيه. يعني اعتقد الجيل هذا الحين صاروا
ما أدري يعني كله قاعدين في البيت كله قاعدين في مكان الحركة عندهم أقل. مثل ما قالت يعني لازم الأهل يحاولون يشجعونهم على الرياضة زين مزاولة الرياضة صح. إحنا قبل لما كنا صغار وقتها ما كان عندنا شيء يعني في البيت انترستينج كان يدوب أتاري ومش عارف يعني شغلات مملة صح. بصراحة فمن كذي كانت الرياضة في وقتها صراحة وايد قوية النوادي كانت فعلا تشغل الشباب والأطفال في ذاك الوقت وكانت الرياضة في قمتها حتى الصداقة كانت يعني صداقة صجية مو صداقة فيرتشوال مثل في ما حوار موس كذي يعني غادة يعني كانوا قبل مثلا اللي هلا يقعدون مع بعض حتى مع أهلهم يكون في حوار لكن لما دخل الآيباد والموبايلات والأجهزة الذكية مثل ما يقولون صار الواحد مثلا ما يتحاور مع الشخص اللي يمه يعني حتى تلاقين الأم والأبو والأولاد في البيت كل واحد ما في تحاورين وياهم بس الأسلوب ثاني ممكن فيها طقة فيها يعني لما يكون حوار عنيف يعني أكيد 100% وبعدين سيدة هات الايباد يعني سيده هذا العقاب ساعتين يعني لازم لما اطلع اوصل مثلا بنت الجميع اخذوه منه لان اليوم ما انتبهوا فاخذ منه الايباد ساعتين فمرات لا ينحرمون من الايباد بس مرات لما احس نفسي مشغوله لا اخليه عندهم صراحه امن احس امن مرات يعني من ناحيه شنو من ناحيه انه ما يعني لا يلعب لا يروح المطبخ لا يروح يعني تدخلين في البرامج اللي هم يتابعونها يعني طبعا اعرف البرامج 100% طيب خلونا نتكلم شوية عن يعني أنتم ما شاء الله عليكم شاطرين في مجالكم ودكتورة أنا شايفة الكرافات اللي لابسها شنو بالضبط هذه مالت يونيفرسيتي لا لا مو يونيفرسيتي هي يعني ستايلها كذي بس هي نوت يونيفرسيتي حسيت عليها لوجو يعني أحب جامعتي اللي تخرجت منها هي كانت ميغيل جامعة ميغيل لنا اللوجو مالنا بس يمكن المرة الجاية إن شاء الله بس إن شاء الله نتعرف على الطريقة اللي بنيتوا فيها نفسكم يعني في الوقت اللي حضرتك يعني دخلت في الجامعة وكذي يمكن مجال التجميل كان قليل جدا بالكويت وثقة الناس بالدكتور الكويتي في مجال التجميل كانت هما قليلة لكن ما شاء الله مع الوقت يعني تطورت وأصبحوا من أشهر الدكاترة عندنا الدكاترة الكويتيين إيه ما شاء الله شلون بنيت نفسك بنفسك واخترت هذا المجال طبعا أعتقد يعني بداياتي كانت أيام الغزو طبعا ما تكبريني وايد كنت أعتقد سنة ثانية للطب ووقتها تبرعت اني يعني اعمل في مستشفى مبارك انزين لان بذاك الوقت كثير من الاطباء غادروا البلاد لان كان في وقت كثير وافدين عندنا فصار في نقص حاد عندنا في الاطباء وانا كنت ثانيه يعني ما عندي ذيك الخبره وبوقتها طبعا حاولت اني يعني اكون مع اطباء وجراحين الموجودين في المستشفى نفسه فقمت اساعدهم في غرف العمليات شوي شوي قمت أتطور وأقرأ أكثر وأتعلم أكثر لدرجة أني بدأت أمسك مثلا طوارئ الجراحة اللي كانت في المستشفى هني عرفت أن أنا أحب الجراحة طبعا بعد ما تخرجت من كلية الطب مرينا على كثير من التخصصات وكل الجراحات حلوة طبعا بس أنا لقيت نفسي في جراحة التجميل حبيتها جراحة بالنسبة لي أنا أعتقد جراحة التجميل من الجراحات جدا معقدة صعبة وحلوة بنفس الوقت ومتعبة بنفس الوقت زين هي كبيرة يعني احنا نتعامل مع كل اجزاء الجسم يعني احنا من الجراحين اللي نتعامل مع كل انواع الاطباء جراح القلب جراح الاعصاب جراحة الجلد كل انواع الجراحات فكانت بالنسبة لي انترستينج يعني الترميم اللي هو شنو بالضبط الترميم يعني عمليات الحروق زين السرطان يعني يكافيكم الشر مثلا اي استئصال من الجسم مثلا في كثير مثلا منهم يستأصل مثلا الوجه على سبيل المثال جراح الاورام يشيل الجزء الفك يشيل اللسان يشيل يعني اجزاء مهمه لوجود السرطان في هذه المنطقه طب هذه الحاله شنو نخلي المريض اكسبوز يعني راح يموت فبالحالات هذه احنا نسوي ترميم فنعيد بناء هذه المنطقة ناخذ عضلات مثلا من منطقة بعيدة من الجسم عمليات الميكروسكوبية نتكلم فيها على يعني الوريد يعني نستخدم الميكروسكوب نستخدم نوصل الوريد بالوريد الشريان بالشريان العصب بالعصب يعني عمليات جدا معقدة وترميم مثلا عندنا كنا نتعامل أيضا مع جراحات الأيدي الكسور قطع
نرد الأصابع مكانها مرة ثانية. أي ترميم في الجسم، يعني حادث سيارة مثلا، زين صار في كسور، صار في ظهور للعظام مثلا على سبيل المثال، هم احنا نعيد ترميم هذه المنطقة. يعني هي جراحات من الجراحات صراحة المعقدة وتتطلب جهد كبير فيها. واختيارك دكتورة لا تخصصك نفس الأسباب؟ أنا لأن لا، السبب رئيسي واحد اللي هو حب الشباب. كنت أعاني من حب الشباب. الله يرحمه أبوي، كان ما في دكتور بالكويت ما يوديني له. فأنا جدا محب الشباب، يعني كان حب شباب جدا سيء. والحمد لله، بس هو كان مصر أني أصير طبيبة أطفال، وكان حاجز لي المكان وين بصير بالضبط وأي دور. فسبحان الله بعدين قلت لا يبا أنا طبعا أنتوا أثنيناتكم تشتغلون تقريبا هو نفس المجال، نفس الصعوبات اللي تواجهونها أنتوا شنو؟ أنا جلدية مكملين، مع بعض مكملين. الصعوبات اللي تواجهونها كدكتورة يعني جلدية ودكتور تجميل، أبرز الصعوبات اللي تواجهكم في مجال عملكم شنو هي؟ يعني ما أدري من الحالات اللي تيكم، يعني تقصدين يعني حالات صعبة وكذي؟ طبعا يعني الحمد لله احنا صار مضاعفات، يمكن مضاعفات بس تحاطين، اي طبيب يحاط المضاعفات صراحه. يعني مثلا سويتي ليزر تحاطين يا فلانه حطي حمايه، حطي كريمات مرطبه، ديابات والشمس. فيعني المريضه ما تلتزم توهقين فيها. مثلا دكتور ماجد كذلك، يعني العمليات الجراحيه احنا عندنا صار عندنا يعني خبره بالمجال، بحيث انه ممكن نعرف والله الحاله هذه مثلا مضاعفاتها لها علاجها كذا يكون زين. إيه ونختار الاختيار المريض هم مهم، يعني مرة طبعا هو حتى في عمليات اللي هي البادي كونتور بالضبط تحت الجسم الشافت، هاي كل الامور هاي يعني الحين ريسكي صارت، انه قام يخافون يعني ممكن يموتون اثناء العمليه بسبب تخدير او الامور هذه كلها. في ناس قامت تخاف ان تروح تسوي هالعمليات هذه، حالات طبعا نادره جدا يعني الحمد لله جداً. الحمد يعني العمليات هذه تقام يوميا. شو تطمنون انتم اعتقد لا إيه حضرتك تكلمين عن يعني السيت اب مالها غلط، يعني عادة يسوون في عيادات بدون إشراف طبي، بدون مستشفى، بتخدير موضعي، ما في يعني ما في حتى طبيب تخدير موجود بالمكان، وهذا الغلط طبعا. وعدم الاختصاص، يعني عدم الاختصاص صح. هذه المشكلة بصراحة، دخول ناس غير مختصين في المجال يسوون عمليات مثلا على سبيل المثال في العيادات، هذا هني يؤدي الى هذه المشاكل. صح. اكثر صح. يعني شوفي مثلا انف واذن يسوي شافط دكتور جلدية كذلك يسوي شافط، شغلات هذه غير مرخصة. مثلا دكتور مهم بعد مثلا جراحة عامة اذا هو عنده فيلوشيب بالشافط اوكي، يعني بس في ناس لا يجربون من الناس، فانداب بالنهاية راح تشوفي انه في مشاكل تصير. بس ما تلومين يعني احيانا مثلا المرضى طبعاً مثلا يروحون، في حالات نادرة يعني بالضبط، يعني اكيد البيش ما يروح هناك الا لما يكون سامع ان هالدكتور يعني مسوي عمليات وعلى اساسه راح له. هو غلط انه سامع مسوي عمليات قبل لا يكون عارف الدكتور شنو. ما تلوم، في بعضهم ما يعرفون التفاصيل هاي التخصصات، يعني لازم لا لازم يعرف، يعني مهم جدا الحين المريض لما يتجه الى الطبيب يعرف اول ما في ان التخصص شنو. يعني خلاص الحين احنا العصر هذا الناس تثقفت قبل 20 سنه يحطون اعلانات يكتبون احنا يعني لا. دكتور ما كذا يقدر وكذا وكذا ايه. يعني المفروض الرقابه اكثر خلينا نقول انزين على الاعلانات انزين توجه المريض قبل الله يروح يسال ممكن يسال الطبيب دكتور شنو تخصصك عادي يعني مستحي عادي إيه؟ عادي من حقه انت من حقه الترخيص يعني الترخيص اللي يطلع من وزاره الصحه انت شنو الترخيص الختم ماله الختم الختم على سبيل المثال صحيح سؤال جدا مهم الختم يعني الدكتور صراحه مستغربه من الموضوع إيه؟ اللي دشينا في الحوار فيه لان اعتقد هذه رقابه المفروض تكون من وزاره الصحه من ما تقدر تسيطر على كل شيء في وزاره الصحه ما تقدر في امور يعني رسميه لازم صحيح بس قنوات يعني رسميه يمشي فيها الموضوع اعداد الاطباء كثير انزين مراكز كثيره مراكز كثيره صعب انك يعني تعرفين الدكتور الفلاني مثلا قاعد يمارس شغله خارجه عن نطاق تخصصه الا بعد ما شنو يكون صارت له يعني مشاكل وناس اشتكت وكذا بعدين راح يجدون ايه. طيب انتم يعني عملكم مختلف لكن اعتقد تكملون بعض، يعني ممكن انت كدكتوره جلديه تحولين بعض الحالات لجراح تجميل والعكس بالعكس انه يعني ما تحتاج جراحه تجميليه لكن محتاجه عنايه بالجلديه. فنبي نتكلم عن البرج الجديد اللي على البركه ان شاء الله سويتوه مع بعض ويعني اصبح الحين من المراكز المشهوره بالكويت، شلون يعني كان هذا العناء وهالمجهود هذا علشان يطلع بهالشكل الجميل وعلى أحدث تقنية؟ والله شوفي هو يعني عادي شغلة بسيطة، شغلة هندسية بسيطة. احنا كنا مفكرين ان نبي التوسع
نبي أدوار، نبي أدوار عمليات، نبي خدمات ثانية مختصة بالمرأة عامة، يعني كل التخصصات الموجودة بالبرج هي مختصة بالمرأة أكثر شيء. بالمرأة يعني بالمرأة لا يزوركم. لا 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 في طبعا في شريحة يعني نسبة قليلة جدا. على سمعت الحين الرجال قاعد يزورون العيادات التجميل أكثر من الحين. لا السيدات ما زالوا لا لا 99% لأن عددهم بالمجتمع أكثر من الرجال، فأكيد طبعا راح يكون عددهم أكثر. مو النساء مو أكثر من الرجال، اهتمامهم اهتمام أكثر، الجمال هي من صفات المرأة أكثر. زين ما نقدر يعني أحد يناقش بهذا الموضوع. صح. الرجال يهتمون إيه بس مو كجمال، يهتم في إزالة العيوب الموجودة عندهم أكثر. صح. زين والتقدم السن طبعا ما حد يبي يكبر على سبيل المثال. أكثر شيء السن، أكثر شيء أكثر شيء نشوف الرجال بالنسبة لهم تجاعيد، ومظاهر التجاعيد أكثر من التجميل. يعني طبعًا يحاطون التجاعيد. طبعًا أكيد. لا يحاطون التجاعيد يعني زراعة شعر ممكن. أكثر هذا اللي يفقدون وزن سريع ترهلات. التجاعيد مهم. يعني ما يكون بوزيشن ماله يعني جدًا مهم. المهم عنده الشكل. تطور موضوع الاهتمام ب مرور الزمن، يعني الحين التجميل صار ما يبين وايد، ساعات تقعد تحس فلانة متغيرة بس ما يصايد الموضوع، ما يصايد الحركة وجهك منور يقول لها أو شيء. صح ولا شنو أحدث هالأمور هذه؟ ناخذ فكرة كذي ما دام أنتم موجودين معنا، نبدي معك دكتور. يعني شوفي التطورات كبيرة بصراحة بعالم التجميل، أكثرها الحين في الغير جراحية خلينا نتكلم عنها، وطبعا هي أكثر مني ممكن تتكلم بهذا الموضوع. منها شغلات الليزر، لإزالة الشعر أنواع مختلفة صارت موجودة، الاهتمامات في أنواع كثيرة من الهايفو يعطي نتائج حلوة، الهايفو جهاز الهايفو ليزر هايفو يعطي نتائج حلوة صراحة كشد للبشرة. شد البشرة إيه؟ يعني إحنا البشرة. ما كنا متوقعين نتائج صراحة بس فعلا نتائج زينة. يعني إحنا مهما يكون نميل إلى الشغلات الآمنة، أبر الأنف شغالة زينة. هذه من الشغلات يعني أعتقد سوت ثورة. إيه صح. إحنا صراحة يمكن بدأناها بالكويت أنا والدكتورة نورة قبل 9 سنين، أول ناس بدأناها بالكويت. وطورنا في طريقة تجميل الأنف الغير جراحي، حتى مقاييس الجمال تغيرت الحين، يعني صار غير يعني طريقة شكل الخشم، الحلج، شغلات يعني الدقن، تشكيل الدقن، الكونتور مال الفيس. فيعني الحين قليل تشوفين الناس يتجهون إلى وجنات أو شكل غير طبيعي. طبعا كانوا يتجهون إلى الشغلات الدايم، الفلر الدايم، الحمد لله صار في وعي الحين أحسن، فالحين أغلبهم الكونتور. بس أنا الهايفو الأنواع ليزر الشعر صار أحسن، إبر الأنواع الإبر الميزوثيرابي يعني اختلفت، أجهزة الليزر صارت أحسن وما في ألم بالمرة، ما في ألم، أي أفضل من أول. أجهزة الليزر بعد تجديد البشرة، أي تجديد البشرة صح، أجهزة فيها يعني كثير من الأجهزة قاعد تنزل وآمنة جدا وما فيها مضاعفات تقريبا، ما فيها بس والله دائما يتهمون الكويت أنها هي أغلب السعر. الكويت أغلب السعر؟ لا غير صحيح صراحة، الكويت هي أغلى من دول ثانية؟ من دول ثانية، يعني يقول لك والله روح لبنان ولا روح مصر ولا حتى لو تروح باريس راح يكون أرخص لك. لا انتبهي، حتى لو تروحين فرنسا وتروحين لبنان إذا رحتي حق دكتور يعني مثلا عنده بورد، عنده بورد عنده لا نفس ممكن يكون أغلى. يعني مثلا بلبنان الجامعة الأمريكية راح يجي دكتور هناك. يعني احنا نروح وايد بلبنان وامريكا وكل مكان، روح حق امريكا زين، روح اي دوله حوالينا تشوفين ثلاث ارباع السعر، ثلاث ارباع السعر اللي يتكلمون اللي يروحون رخيص بالكويت ويروحون رخيص بلبنان، ما يتكلمون اللي يروحون يعني ستاندرد هني ويروحون ستاندرد بلبنان. اي بس بالمقابل هو يعني اثر على صحته، لا تنسين ان انت الرخص يعني صحه الانسان لا يسترخص. لا احنا ما نسترخص اكيد، ولا ندعو الى الرخص يعني بهالمجال، بس احنا بالمانيا. ساعات نقول ان دائما الاسعار عندنا بالكويت مبالغ فيها. انا شايفه ناس بالمانيا يعني مراعاة لجيوب الناس اللي حابة تتجمع يعني. لما تقارنون قارنوا سنترز معروفة يعني معروفة في لبنان، معروفة في أمريكا، معروفة في بريطانيا، قارنوا الأسعار فيها. مو معقولة إنسان بورد وتعبان وكذا ويستخدم مواد وبعدين مواد مقلدة وايد، هذا مش شيء يعاني منه وايد مواد مقلدة أصلية. ليزر معروف، ليزر مقلد، وايد ليزر مقلدة، فانت يعني لازم الواحد ينتبه الشيء هذا. عموما كنا نورتونا اليوم لالي الكويت، اسعدتونا جدا والله. شكرا فيكم مشاهدينا، بعدنا مكملين فقراتنا، وحاليا وصلنا لفقره الاستاذه ساره دعيج اللي راح تغطي لنا احد الاماكن التاريخيه بدوله الكويت وهو مبنى البلديه. وعشان تعرفون تفاصيل اكثر عن هذا المبنى، مبنى بلديه الكويت، في جوله المحاميه الاستاذه ساره دعيج، تابع مع بعض.